السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي إن شاء الله كامل تكونوا بخير، وطيوركم إن شاء الله تكون صحة جيدة. الله يبارك ما شاء الله. خوتي نطعموا فراخ الحسون، وفي نفس الوقت إن شاء الله معلومة خفيفة إن شاء الله تفيد خوتنا المربين. كما راكم تلاحظوا معايا خوتي، هاد الفراخ الله يبارك ما شاء الله خارجة من عش واحد من نفس البطن، ولكن خوتي كما راكم تلاحظوا هناك اختلاف في الحجم بين الفرخ الأول والثاني، وهذا الاختلاف السبب ديالو تاع يوم بينهم تاع الفقس. الفراخ الأولى خرجت يوم والفراخ الثانية يوم من بعد، هذا يوم فقط خوتي ونشوفوا في هذا الفرق بيناتهم، ما بالك إذا كان يومين أو ثلاثة. حتى ولو قمت خوتي أنا بنزع البيض من احتفظت بالبيض وقدمته للأنثى باش تبدأ تحضن في يوم واحد، حتى ولو قمنا بهذه العملية في بعض الأحيان نطيحوا في هذا المشكل تاع البيض ما يفقس في يوم واحد عادي، ولكن خوتي من الأحسن قوموا بعد ببعض الأسباب على كل حال باش تفادوا إن شاء الله ما يموتوا لناش الفراخ، خصوصا إذا كانوا خمس فراخ الله يبارك، أو خمس فراخ الأنثى يصعب عليها خصوصا إذا ما خرجوش في يوم واحد، يصعب عليها باش تطعم كل الفراخ، لأن الفراخ الأولى راح تستولى على الأكل من عند الأم، والفراخ الضعيفة اللي تأخرت ما أخر الفقس ديالها راح تبقى في قاع العش وتموت لنا لا قدر الله. من الأحسن كي نشوفوا خوتي أن الأنثى أن البيض قص يوم وتعطل البيض الآخر يومين أو ثلاثة، ننزعوا البيض هذاك إذا كان ملقح ننزعوه نعطوه الأنثى كناري إذا كانت حاضنة، هي اللي راح تعتني لنا بالبيض وبالفراخ إن شاء الله باش ما نفقدوهمش. هذا ما كان. وتاني خوتي نقدروا كذلك نشوفوا عندنا ثلاثة ولا فراخ في العش، نحطوا بيضة تاع بلاستيكية ولا بيضة غير ملقحة، نخليوها في الأيام الأولى فقط خوتي في وسط العش باش الفراخ راح ترتكز عليها وما رايش راح تختنق وإن شاء الله ما نفقدوهاش. هذه الأشياء خوتي نقوموا بها الاحتياط على كل حال وباش ما نفقدوش الفراخ إن شاء الله. خوتي تكون معلومة خفيفة وإن شاء الله تكون نفعت ولو القليل تاع المربيين، وفي الأخير نتمنى لكم كل خير إن شاء الله خوتي، موسم موفق بإذن الله العلي العظيم للجميع، وربي إن شاء الله يقوي الخير. وإلى موضوع آخر إن شاء الله، إلى ذلكم الحين نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.